في مؤتمر صحفي أقيمت احتفالية بمناسبة تنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد في مصر بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي. مزيد من التفاصيل وافتنا بها مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من خلال هذه الرسالة. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل داخل مطار القاهرة الدولي للاحتفال بتنفيذ وإطلاق أول شاشة خماسية الأبعاد من داخل مطار القاهرة الدولي، والتي تم تنفيذها عن طريق واحدة من كبرى شركات الأعلام بمصر، وهي شركة المصريين أو الدور والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني في مصر وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية، والتي أيضا تم تنفيذ هذه الشاشة بالتعاون مع شركة الفخر الإماراتية، لتعتبر أول شاشة خماسية الأبعاد يتم تنفيذها في مصر. بالتحديد يعني تم تنفيذ هذه الشاشة بين صالتي الوصول والسفر لمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وتم اختيار هذه الصالة بالتحديد لأنها بتستقبل عدد كبير من الرحلات الخارجية، وبالتالي تستطيع أن يتم الترويج للسياحة المصرية عن طريق عرض مواد فيلمية تروج للسياحة المصرية، إلى جانب أيضا المواد الإعلانية التي سيتم عرضها على هذه الشاشة. أيضا تحدث عن تفاصيل أكثر لهذه الشاشة، فهي تقدم حلولا إعلانية مبتكرة عن طريق تجربة بصرية مميزة تستطيع أن تؤثر في المشاهد، لأنها طبعا خماسية الأبعاد، وتجذب أيضا المشاهد بما يواكب الاتجاهات التكنولوجية العالمية. ويأتي تنفيذ هذه الشاشة أيضا كبداية، فمن المقرر أن يتم التوسع في تنفيذ عدد من الشاشات الأخرى سواء داخل مطار القاهرة الدولي أو أيضا في خارج المطار القاهرة الدولي، في إطار الخطة التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير السوق الإعلاني، وأيضا في إطار الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير مطار القاهرة الدولي لينافس المطارات العالمية، وأيضا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء خدمات تتم في للسفر أو أيضا خدمات إعلانية تقدم ليهم، بالإضافة لتزويد المطار بأحدث التقنيات التكنولوجية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.